بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم في 1981 في الاثنان. انتم تعلمون بانني من وقت لاخر اضع لكم بعض المقالب وبعض يعني الحيل والخدع التي يمكن لك عملها يعني خصوصا بهاتفك الشخصي. وخدعة اليوم قوية وقوية جدا على تطبيق الواتساب، حيث تستطيع من خلال التطبيق الذي سوف نشرح في هذا الدرس أن تقوم بتغيير كلام أي شخص يعني قام بإرساله إليك على الواتساب مباشرة. وعندما تفتح سوف تجد الكلام الذي قمت بإضافته والذي قمت بتغييره، يعني الرسالة التي قمت بتغييرها يعني التي قام بإرسالها إليك أي شخص أحباب في الله، سوف تجدها كما قمت بكتابتها أنت شخصيا. بطبيعة الحال هذه العملية عندما تأخذ هاتفك وتقوم بتصوير يعني الصورة للمحادثة وترسل إلى الشخص الذي أرسل لك هذه الرسالة سوف يتفاجأ بشكل كبير وكبير جدا. علي سوف تفهم هذه الأشياء عندما سوف نشرح هذا التطبيق الذي يدعى وات هاك، يعني بالمناسبة هو يحتاج الروت لإخوان الذين يستعصي عليهم وضع الروت لهاتفهم الأندرويد. فاقترح عليك هذا التطبيق الذي سوف تجده والآخر أسفل الفيديو. طبعا هذا التطبيق رائع ورائع جدا، ويعطي صلاحية الروت لأكثر من 85 يعني في المئة من الهواتف الموجودة حتى الهواتف الصينية. وإذا لم يفلح معك يعني هذا التطبيق فسوف تجد رابط لمجموعة من البرامج كنت قد شرحتها لمنح صلاحية الروت لهاتفك بسهولة تامة. طبعا بعد أن تمنح صلاحية الروت لهاتفك فسوف تقوم بتحميل هذا التطبيق كما ذكرت، ثم بعد أن تقوم بفتحه سوف تضغط هنا فقط، ثم انتظر قليلا لحين ما يفتح معك يعني وجهه بهذا الشكل. اضغط فقط هنا وسوف يفتح تطبيق الواتساب احباب في الله. وكما تشاهدون جميع المحادثات يمكن لك ان تجدها ورفع يعني النزول الى اسفل، وتختار الصديق الذي تريد ان تعمل معه هذه الخدعة. مثلا سوف اختار يعني هنا يعني مثلا هذه الصديقة، ولاحظ معي هذه الكتابة التي قامت بإرساله إلي يعني ثم أجبت عليها. فسوف أخذ مثلا محادثة معينة وأضغط على يعني تعديلها، أقوم بكتابة أي شيء من خيالي أنا شخصيا وسوف يظهر كما كتبته. مثلا أجعلها تسبني أو شيء من هذا القبيل، تبا علي سوف أكتب تبا لك يا حوحو. كما تشاهدون استطيع وضع التاريخ الى غير ذلك. بعد وضعت الاشياء اضغط فقط على اوكي. لاحظوا معي بانه تم تغييرها يعني كما سوف تشاهدون، تبا لك يا حوحو. الين سوف ارجع الحين الى الواتساب وشاهد فعلا هل تم تغيير ذلك الشيء او لا. لو دخلت على الواتساب واخترت الشخص هذه يعني كما سوف تشاهدون فتم كتابتها يعني وكانه قام بارسالها فعلا. وهذا سوف يعني بطبيعه الحال سوف يتفاجأ صديق لك لهذا الأمر ويعني قل له لماذا يعني قلت لي هذا الكلام وشيء من هذا القبيل، من باب يعني الدعابة ومن باب يعني الخدع يعني والمقالب أحباب في الله. بالتالي فهو تطبيق رائع ورائع جدا اقترحته عليكم في هذا الدرس. إذا عجبتك وتريد مقالب أخرى فقط إضغط على لايك ومشاركة الفيديو، وذكر بأن هذا التطبيق أيضا يسمح لك بتصفح رسائل أصدقائك من دون يعني أن يشاهدوا بأنك تصفحتها. فعندما تفتح التطبيق يمكن لك الدخول وقراءة الرسائل التي قام بإرسالها إليك أصدقائك، ولن يظهر بأنك قمت بقراءة أحباب في الله وأيضا تاريخ الدخول إلى الواتساب. فأتمنى الدرس قد أفادكم، لا تنسوا الضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وزيارتنا دائما على موقعنا www.5.com اللي زمان صفحتي على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات. في أمان الله.